يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 31، الصغرى 20، الإسكندرية 26 18، مطروح 24 16، بورسعيد 25 18، الإسماعيلية 31 16. ننتقل للسويس، العظمى فيها 30، الصغرى 18، العريش 26 16، طابة 29 21، شرم الشيخ 35 23، والغردقة 32 23. أما في الأقصر 36 22، أسوان 37 22، الوادي الجديد 37 21، شلاتين 32 22، وأخيرا حلايب 29 23. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.